مساء الخير. بص، الفيديو ده بقى ملخص كده لامتحان الايلتس. انا دخلت امتحان الايلتس في حياتي كلها بتاع 5 مرات، مؤخرا دخلت 4 مرات في سنة، ممكن في سنة. ففي ناس كتير بتكلمني تقول لي امتحان الايلتس ومش عارف ايه، وعايز اعرف ايه التفاصيل بتاعت الايلتس او الاو اي تي وكده بالنسبة لنا كميديكال يعني. فباختصار كده انا هحاول سريعا كده اديك لمحة عن الايلتس عشان ما حدش بعد كده يسألني عن الايلتس. بص يا سيدي، الامتحان الايلتس ده بيبقى 4 سيكشن: listening, reading, writing and speaking، اللي هو استماع، قراءة، تحدث، لا استماع، قراءة، كتابة، تحدث. اول حاجة بيبقى الاستماع ده بيبقى 40 دقيقة، 30 دقيقة في ريكورد شغال، انت بتكتب اجابات حاجات كده معينة، مش بتكتب جمل كبيرة يعني، انت بتكتب كلمات او مثلا بتختار اختيارات، بيبقى 30 دقيقة وليك 10 دقايق تنقل فيهم. امتحان الريدنج بيبقى 3 باسج، يعني 3 قطع كبار جدا، ده كان مشكلتي يعني اصلا مع الايلتس، بيبقى 3 قطع كبار جدا عليهم توتال 40 سؤال، كل قطعة طبعا منفصلة، بيبقى كل واحد عليها، واحد عليها 15، واحد عليها 17، بس هي بتتنقل من الاسهل للاصعب. وبعد كده الرايتنج بيديك موضوعين لو انت اكاديميك، لو جنرال ده للناس اللي هي عايزه تهاجر والكلام ده، بس احنا طبعا بنتكلم كدراسه او شغل مثلا كتمريض دكتور، فانت بتحتاج ايلتس اكاديميك، فبيبقى الرايتنج بيبقى بيديك موضوعين. موضوع الاولاني بيبقى بار جراف، يعني بيبقى شكل بياني كده انت بتوصفه في 150 كلمه، وبعد كده الموضوع التاني اللي هو تاسك 2 بيبقى موضوع بتتكلم فيه ما يقلش عن 250 كلمه، بيبقى يعني بيبقى اكاديمي وما ينفعش تستخدم كلمات فورم يعني انفورمال، اللي هي كلمات مش فورمال يعني وكده. وبعد كده التحدث بتخش كده تدردش انت وسبيكر واللي هو اسمه ايه ممتحن يعني اكزامينر، بيمتحنك، بيفضل يسالك انت منين، انت اسمك ايه، مش عارف ايه، منين بتشتغل، ولا ار يو وركينج رايت ناو اور ستادينج. ف يعني بيسالك شويه اسئله عامه، بعد كده بيديك كيو كارد موضوعا بتتكلم فيه لمده 2 دقيقة، بعد كده بيكملك بارت 3 في السبيكنج، يعني بيديك بقى شويه اسئله اصعب شويه ريليتد تو الكيو كارد، يعني انت مرتبطه بالموضوع اللي انت اتكلمت فيه من 2 دقيقة. خلاص، ده كده موضوع الايلتس باختصار. طيب مين اللي يخش ايلتس؟ اللي يخش ايلتس اللي عنده فكره كويسه جدا في الانجليزي، مش اللي هو اي جو تو سكول باي يعني باي لك يعني، ما ينفعش لو حد بيبدأ انجليزي لا ما يفكرش في الايلتس دلوقتي. لو انت مثلا كتمريض او دكتور مثلا، لينا احنا الاو اي تي اللي هو الاوكيبيشنال انجلش تيست، ده بيبقى برضو اكسبتد في اي مكان انت عايز تسافر، بيبقى اسهل شويه، ما عنديش تفاصيل كتيره ليه، بس هو الامتحان دلوقتي عامل 25,000 جنيه، بيبقى اسهل شويه، ويعني بيبقى السبيكنج بتاعه اهدى شويه، الرايتنج بتاعه اهدى شويه، فده ممكن تبدا فيه. طيب نصيحتي ليك ايه؟ نصيحتي ليك ان انت تظبط الانجليش بتاعك كله ان جنرال، اللي انت تقدر تجري محادثه مع حد وما يبقاش فيه لاج مثلا كتير، واللي انت ما تقفش تفكر كتير، يعني انت الانجليش بتاعك يبقى طبيعي جدا، مش شرط يبقى بيرفكت بس يبقى طبيعي على الاقل، تبقى قادر تقرا وتكتب وتسمع. طيب انا اختبر نفسي ازاي؟ في كتب كامبريدج دي بيبقى سلسله من اول واحد دلوقتي وصلوا 19 كتاب، كل امتحان كل كتاب بيبقى فيه 4 امتحانات، ممكن تختبر نفسك برضو تختبر نفسك اونلاين وتشوف نفسك تقدر تحل ولا لا، تشوف درجه صعوبه الامتحان بالنسبه لك. بس لو انت كحد لسه بتبتدي انجلش فيبقى الايلتس هيبقى صعبه جدا بالنسبه لك، انا مش بعقدك والله، بس يعني انا بحاول الم لك الموضوع على قد ما اقدر. الاو اي تي هيبقى اسهل، وبرضك هتحتاج تبتدي انجلش مع نفسك، يعني انت هتحتاج تبتدي انجلش سواء كورس او مع نفسك وات ايفر يعني، بس انت محتاج تحسن اللغه ان جنرال الاول، بعد كده تفكر تاخد الامتحان ده والامتحان ده، لان الامتحانات دي مش سهله، مش امتحانات زي اللي انت مثلا بتاعت المدرسه بتاعتنا كده، لا ده امتحان بيختبرك في 4 سكيلز، في استماع، في استماع، في قراءة، في تحدث، في كتابة، فأنت لازم تبقى مش هتخش مثلا تقول هتجيبها باي لك ولا بتاع. أنا دخلت الأيلتس 4 مرات، مرتين جبت 6 ومرتين جبت 6.5، بس أنا كنت عايز 7 يعني، فيعني كان فاضل لي حاجة بسيطة خالص وأجيبها 7، بس كان كل مرة اللي بيعقدني مش بيعقدني الريدنج، الريدنج بيبقى كتير جدا، الله أكبر الله أعظم، بيبقى تو ماتش ووقت قليل جدا، فانت لازم تدرب. لو انت خلاص يعني لقيت نفسك مع الايلتس شغال والدنيا حلوه، يعني ما تحجزش الامتحان الا لما تكون بتجيب السكور اللي انت عايزه وانت في البيت،
يعني اكتر من كده ما انت مثلا انت عايز تجيب مثلا 7 وانت لسه بتجيب 5 في البيت يبقى ما ينفعش. وهو في بقى فيديوهات كتير شارحه ان انت ازاي انت تقيم نفسك وكده والكلام ده. انا بس بديك فكره عامه وكلامي للتمريض والدكاتره اكتر عن الايلس. الايلس يا سيدي لو انت الانجليش بتاعك كويس والدنيا تمام وبتعرف تتكلم وبتعرف تكتب وبتعرف تسمع اتس اوكي، يعني حضر نفسك وبعد كده احجز الايلتس. هو دلوقتي عامل 6000 حوالي 6000 جنيه في الاي دي في البريتش كونسل، ووصل 8000 جنيه في الاي دي بي، والاثنين نفس الامتحان مفيش اي فرق ما بينهم. فطبعا الناس دلوقتي بتتجه كلها البريتش كونسل. وامتحان الاو اي تي على يعني على حسب معلوماتي اللي وصل ل 25000 جنيه مصري، وبتمتحنه في القاهرة مش هنا في، او معرفش الصراحة. بس دي كده كانت ملخص فكرة الايلتس والاو اي تي باختصار، فكرة اللغة ككل. زي ما قلت لك حسن اللغة الاول، بعد كده فكر تحضر وتعرف التكنيكات، لان كل سؤال انت بتحله بطريقة معينة، ما بتخشش مثلا الله اكبر الله اعظم. انا عايز اقفل الفيديو قبل ما الاذان يخلص. يعني انت مش كل سؤال مثلا بتخش تقرا وتحله بتاع، لا كل سؤال بيبقى ليه تكنيك معين. فذاكر التكنيكات وحسن اللغة بتاعتك. شكرا.